ان شاء الله بتحوس. رح نبلش بالفقره. يعني جمال ما فينا الصبايا، احنا ما فينا بتحبي يعني الاكسسوارات رشا؟ كثير من بس ما بمانع بالذهب يعني اذا زبط. كثير من الصبايا رشا اكيد بيحبوا الاكسسوارات بشكل كثير كبير، صيف او شتي، لكل فصل يمكن له الوانه، له يمكن الاحجام المعينه بالاكسسوارات، وبتختلف من ذوق للثاني. سميه مارديني رشا طبعا تعودنا تكون ضيفه دائمه، حترافقنا اليوم وتخبرنا عن موديلات الصيف، مع انه نحن هلا فايتين بفصل الصيف، وشو هي يمكن موضه السنه. يسعد صباحك اول. صباح الخير، صباح الخير، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكي وبهيك الطلاله الحلوه. دائما بتحسي اللي بيشتغل بمجال الازياء الاكسسوار عنده كمان كاركتر خاص فيه، يعني هيك بيشبه شغله. هلا هي اطلاله رمضانيه اكيد. هلا نحن رمضان له هيك طابع خاص، خاصه هالايام. يعني هلا في موضه كثير دارجه تبع انه البنات عم يلبسوا عبايات وهالقصص هي. هلا هي رمضان وهالطريقه هي لها لبس خاص فيها يعني، او اكسسوار خاص فيها. يعني مثل ما شايفين اكثر شيء هلا برمضان عم نحب الشغلات الشرقيه، تمام. عم نقرب شوي للشرقي اكثر، يعني الفيروز، القطع الكبيره. سمية شايفه نمر وفهد تمام، خبرينا عنها. دائما بتحب هدول القصص يعني. يعني بنرجع للقصه انه هي كثير دارجه الحيوانات، بس بعدنا عن البومه. يعني مرت فتره كثير انه كنا بومه، خلص كل انا ما حبيتها بومه. هلا صار في شيء ثاني، يعني هلا شوفي النمر كثير دارج هي السنه بكل احجامه، بس هلا انا جايبه بما انه رمضان والعباية فهي بدها شيء ضخم شوي، فأنا جايبة شغلات شوي كبيرة، بس هو النمر دارج بكل أحجامه. يعني هي هلا هي حب شخصي لهذا الشكل، أو بتحسي إنه الصبايا عم بيروحوا؟ هي موضة يمكن، هي موضة، شفناها بالإكسسوارات، شفناها بالذهب، وشفناها باللبس، وشفناها منتشرة كثير، فكل فترة يعني. يمكن بتطلع يمكن قصة معينة هي بتصير، يعني هي بالنهاية موضة. موضة تمام. مثل كمان هلا مو دارج اللولو، دارج الخرز، يعني كلها هي شغلات. اللولو ما بيبطل سمية، ما شفناه بطل ولا بفترة، وهلا برمضان كثير موضة. يعني ليه؟ لانه هو بيلبق مع اللبس الشرقي اللي عم ينلبس، يعني فاللولو يعني اخذ شرقي شوي يعني كمان، وبطريقه هلا شوفي القطعه كثير حلوه. هلا حلوه ايه، هذا اللون كثير الاخضر حلو، تمام. فيروزي، فينا نقول فيروزي. ايه كثير القطعه حلوه مع اللولو، يعني عاطيه هيك احساس خاص فيها. يعني حتى شوفي عندك هي القطعه المطفوره، لولو مطفور، كثير موضه الجنزير العريض بالصيف هلا، بما انه نحن عنا يعني مجال انه نرتدي الاكسسوار اكثر بالصيف من الشتاء، فكتير موضه. شو اكثر شيء عم بتكون طلبات الصبايا سميه اليوم، ان كان من ناحيه اللون وان كان من ناحيه الموديل وحتى بشهر رمضان بالتحديد؟ هلا اكثر شيء يعني حسب طريقه اللبس، يعني البنت هلا الفيروزي كثير دارج، الاساور الفيروز كثير، هي بالالوان خلينا نقول كيف؟ بالالوان الالوان الفيروز. هلا هي السنه فيروز، وفينا نقول لولو وفيروز اكثر شيء. هلا ما بيبطل هذا اللون الفيروز؟ لا ما بتحسي ما، يعني انا دغري بروح لهدول الالوان، فبلاقي عندي تكرار كثير بموضوع الاكسسوار، حتى الصبايا يمكن بيعانوا من نفس المشكله. أي والاساور هن كثير حلوين الفيروز، يعني هلا هي بتشبه الفضه، القطعه بتشبه الفضه كثير يعني. فهي كثير موضه، كثير دارجه الفيروز. الخرز او هيك مثلا فينا شوفي هلا هذا النمر معلقينه نحن مع هيك شيء، هذا كثير موضه هلا. حتى شوفي في عندك الابيض معلق معه دلفين. طيب سمية، اذا بدنا نحكي اليوم عن جوده هي القطع، تعرضنا بكثير من الاوقات يمكن انا او رشا او اي صبيه بنشتري قطعه ب يعني مختلف الاسعار، خلينا نقول الاسعار الغاليه للرخيصه للوسط، بس عم نعاني كنا من ناحيه اللون يلي عم يتغير بسرعه، فخلينا نحكي عن جوده هي القطع. هلا قولا واحدا، اذا كنت عم اخذ قطعه رخيصه فهي مع الوقت بده يروح لونها. يعني ما في مجال انها تكون قطعه رخيصه واضمن لك لونها. تمام تمام. اما ان يعني اذا كنت عم اخذ القطع الستانلس او البرازيلي فانا ضامنه لونها لمده محدده، كمان تقريبا لسنتين، لانه يعني بيقولوا لك انه طالما ما في سبيرتو ما في عطر برفان. هلا هي بتبقى يعني بتبقى القطعه البرازيلي عايشه للخمس سنين اذا انت حافظتي عليها، تبع انه اذا ما نزلتي فيها مسبح، اذا ما قربت عليها بارفان.
اذا ما جليت فيها يعني كنساء نحن كثير معرضين للكلور يعني بموضوع الجلي يعني كثير. هلا بيقولوا لي طب شو دخل المسبح فيه كلور؟ يعني انت عم تقتلي القطعه بالكلور. فاذا حافظتي عليها وما تعرضت لكل هي القصص تبقى لخمس سنين. بس لها عمر يعني هي بالنهايه مو قطعه ذهب تمام يعني لتبقى كل العمر تمام. كيف بحافظ عليها؟ هلا في طريقه انه مثلا كهيك كقطعه كبيره او قطعه التعليقه يلي بتبقى بالسنسال، هلا هي القطعه فينا ندهنها مناكير شفاف تعطيها حمايه يعني للقطعه انه ما بتعود بتتعرض. بس مو كل السناسل فيها تندهن مناكير شفاف لانه بتصير بتنكسر. السنسال العريض ايه، اما الرفيع لا. تمام. هلا هيك فيكي هي الطريقه البسيطه كثير يلي ممكن نحافظ على القطعه فيها. طيب سمية عاملين شيء هيك لرمضان قطع جديدة شيء من وحي الشهر؟ تمام. هلا عندي هون هلال ونجمة هاد. لا هون تمام هذا الناعم والاسوارة تبعه، وبقلب العلبة في كمان اسوارة هلال ونجمة. يعني هيك شيء نحن رمضان متعلق مع الهلال، فهيك قطعة بسيطة بتخص رمضان. الناس بتحب تلبس هيك قصص بالمناسبات، يعني بتحب تلبس شيء بخص المناسبة. بخص المناسبة صح مزبوط. بس أنا يعني كرمضان نحن الهلال هو يلي طابع رمضان تماما. يعني لهيك هلا هون في كمان قطعة بالعلبة بس بنقدر نطولها. تفضل. شكرا. هلا هي القطعة كثير حلوة، ما بعرف إذا بتبين معنا. إيه أكيد. هيا أختي. هل ليش هاي القطعة مميزة عندك سمية؟ هلال ونجمة. هلال ونجمة في طلب كمان كتير عليها بهذا الشهر. تمام. يعني كتير القطعة حلوة وقفلة هيك القفل تبعها سحب نفس الطريقه يلي انا لابستها، فبتعطي هيك حركه حلوه بالايد. مزبوط. تمام. مزبوط. اليوم سميه الصبايا بمختلف اعمارهم، يعني الصبيه اللي يمكن بعمر العشرين بتحب اكسسوارات معينه غير اللي بعمر الثلاثين او الاربعين اللي هن كمان صبايا، بس انه بيختلف ذوقهم كمان على اختلاف العمر. قد ايه انت بتحاولي ترضي كل الاعمار وكل الاذواق، تاخذي براي الناس يمكن اللي حابه تجي تشتري ان كان شيء جاهز او حتى تفصلي لهم حسب رغبتهم وحسب الالوان اللي هن بيحبوها؟ هلا هو الاغلب بيلحق الموضه، يعني لما عم يجوا لعندي الصبايا عم يطلبوا الشيء اللي هن شافوه على النت او يعني شافوه كموضه منتشر. يعني منتشر اكثر شيء. مثل الخرز مثلا هلا هالقصص هي يعني هيك، يعني هيك الصبايا الصغار بتجي للموضه اكثر. اما هلا اللي اكبر شوي بالعمر ما بتعود بتسال، بتسال عن الشيء اللي بيناسبها بيناسب لبسها هيك قصص. كصبايا بأول طلعتهم يعني بدك تعطيهم الشيء اللي هن حابينه. هلا أنا فيني فصل لها شو ما بدها، يعني حتى أحيانا بتكون عندي بالبازار بغير لها بالقطعة يعني على هوا هي شو حابة، قصيرة مثلا منقصرة منقصر منخلي عندها طول أكتر، هالقصص هاي حسب شو هي حابه البنت يعني أو شو بيلبق لها. وقت اللي بتعطيهم رأيك هيك إنه اليوم أنت صبايا بالعمر بيكونوا اول هيك ما يطلعوا بفتره المراهقه بيحبوا كثير انه يلبسوا شغلات ملفته، يعني اليوم اذا هيك حبيتي تعطي رايك او تنصحيهم انه لا هذا بناسبك اكثر، يعني عم يكون في تجاوب بالقصه او لا خلاص يعني في موديل انا حابه البسه اليوم؟ هلا في بعمر محدد هي ما بتقتنع بسهوله، يعني لحتى مثلا بخليها واقفه باي شيء 10 اساور بقول لها يعني شوفي انت لحالك شوفي حالك انه اي اسواره منهم الاحلى. فهي بترجع للشيء اللي انت شايفتيه وغيرك ورفيقتها بتقتنع بعدين. هلا في شغلات يعني بتلبق لناس وما بتلبق لناس ثانيه، يعني هي كثير لازم طريقه كتير الايد او طريقه او الحجم او اي شيء ثاني، يعني انه كل صبيه بيلبق لها شيء خاص فيها، ما بيلبق مثلا مو مثل ما لبست رفيقتي انا بدي البس، لا بدي البس شيء بيلبق لي يعني. تماما. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن فتره العيد يلي بدها تحضير قبل بوقت دائما وتكونوا جاهزين مع الثياب الجديده يلي بيحب يجيب ثياب جديده او بيقدر يكون عنده ثياب جديده، فاليوم شو محضره على العيد سمية خبرينا؟ نحن عنا كان بازارات وكل رمضان وهلا كمان مكملين يعني للاخير بازارات قبل العيد. هلا انا بالعيد بالذات بفتره الاعياد بحب تكون عندي قطع رخيصه، يعني في بنات بتحب انه مثلا ما عندها قدره انها تشتري فبتاخذ قطع رخيصه يعني، فهذا الشيء موجود يعني عندي على طول. فتره الاعياد
هلا ان اخر شيء نحن بنشتغل اكسسوار، لانه بتكون مثلا قررت شو بدها تلبس بالعيد وشو بدها تحط عليه اكسسوار. يعني انا بحس انه بفتره رمضان باوله ما كثير الاكسسوار له شغل، بشتغل بالاخير يعني غالبا. اكثر شيء هلا نحن الدارج عنا القطع الناعمه يلي انه مثلا بما انه بلش الصيف، وللمحجبه القطع الطويله، يعني كثير منزلين قطع طويله خرج الحجاب لانه خلص هلا بالصيف ببلشوا يطلع من مود الكنزه والقبه العاليه وهالقصص، وصار يقدر الواحد يلبس اكسسوار. اكيد اكيد. سمية كثير مبسوطين انك انت ضيفتنا لليوم، بدي اتمنى لك كل التوفيق، وبنشوف بنتمنى دائما نشوف عندك كل الموديلات الجديده والالوان المختلفه. شكرا. شكرا سمية لوجودك اليوم معنا، صباحك خير وحلو على طول مزين بدول قصص بحياتك وحياتنا. اكيد اكيد. شكرا. وانتم بخير. اهلا وسهلا وانت بألف خير.